السلام، مرحبا بكم اليوم معايا في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نعلم الببغاء ديالي ستيب اب باش يطلع اليد، ويعني بواحد الطريقه يعني هادئه او زوينه بلا ما نخلعوه بلا ما نسبب له شي بانيك. اذا تبعوا معايا. هاد الببغاء باقي ما كيعرفش يطلع اليد، كيف ما كتشوفوا معايا باقي عنده مشكل مع يعني اي نوع ديال السكين ديال الجلد، يعني الجلد ما كيستحملش انه يقيسو الجلد الانسان، باقي ما مولفش. كما كتكون ديما بالنسبه للببغاء كنشوف فاش كنبغي ندربو كنشوف اكثر حاجه كيبغيها هي اللي كنعمل له بها الموتيفيشن، اكثر حاجه كيبغيها. فوالا يطير، ولكن لا خصني انا يطلع على اليد باش يتعلم هاد ستيب اب. وما فيها باس نخليو الببغاء ديالنا يفشل المره الاولى ويفشل المره الثانيه، خصو يفشل باش ابخي كينجح من بعد ان شاء الله كينجح. الو خصو يحس بانني انا امين، خصو يحس بالامان، يعني في اليد ديالي يحس انه كاين الامان ويعرف ان هاد اليد ديالي راه هي اللي كتوكلو ويحس معاها بالامان. صافي ديك الساعه كيولي كيجي عندي بوحدو. خص غير التمارين، ديما مواظبه على التمارين يوميا التمارين. ها انتما كتشوفوا الناس اللي عندها الببغاوات، ارجوكم يعني يوميا يكون التمارين مع الببغاء، ما نهملوهش واخا يكون كل ببغاء يعني ما كيعادش ويكون يعني اليف ديال الدار، خصو هو التمارين. اي ببغاء خصو التمارين. صافي من بعد شويه كنولي كنطلعو على يدي وكنخليه شويه ديال الوقت عاد نحطو، عاوتاني نخليه شويه ديال الوقت عاد نحطو، وهكذا دواليك يعني يوميا نفس الشيء يوميا حتى كيتعود على الامر. فوالا دابا غادي نحطو ونعاود ثاني نخليه يرتاح شويه ونبدا معاه التمرين عاوتاني. كما قلت لكم الحاجه الوحيده اللي كتجعل الببغاء انتريسي مهتم بداك التمرين اللي كدير له هو الاكل، وما الحاجه الوحيده اللي كتموتيفيهم هي الاكل. الو كنشوف احسن حاجه كيبغيها احسن حاجه كيفضلها، هذيك ما كنوليش كنحطها له في القفص بسهوله نعطيها له كتكون متوفره قدامه، هذيك كنديرها هنا حافز كحافز للتمارين باش يولي كيدير داكشي اللي بغيت انا، باش يدير داكشي اللي بغيت انا هي هذيك منين كنقبطو من ديك الحاجه اللي كيبغيها. كنتمنى يعني تكونوا كتستافدوا من هاد النصائح وكتطبقوها، والى فيديو قادم ان شاء الله.